وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعيد بكران مدير دار المعارف للبحوث والإحصاء. أهلا بك معنا سيد سعيد في هذه النشرة. في البداية، ما هي التفاصيل المتوفرة لديكم حول هذا الهروب؟ هل هو هروب أم تهريب؟ مساء الخير عليكم. أولا الحقيقة أنه العملية التي حدثت في سيئون هي عبارة عن مؤشر خطير جدا للغاية، يتحدث عن ربما مخطط قادم لتسليم هذه المناطق لتنظيم القاعدة أو للفوضى. وعملية التي حدثت أمس عملية خطيرة جدا، هناك أخبار تتحدث عن أنه أكثر الهاربين هم قيادات من تنظيم القاعدة وقيادات خطرة، وبلا شك أنها تمت بتنسيق بتواطؤ بدليل أنه لم تطلق طلقة واحدة ولم يحدث أي نوع من أنواع الاشتباك أو بذل جهد من أجل عدم حدوث هذا الخروج. هذه ليست عمليات هروب، نحن لا نعتقد أن هذه عمليات هروب، لأنه لا يمكن أن تتكرر نفس العملية في أكثر من سجن وفي أكثر من تاريخ ويكون الهاربين كلهم من تنظيم القاعدة. لا يمكن أن تكون هذه عملية هروب، وإنما عملية تهريب تمت بتنسيق وترتيب، لأنه أولا المستفيد هو طرف واحد وهي الجماعات الإرهابية، ثانيا المتضرر طرف واحد وهو المجتمع والمواطن وأمن واستقرار هذه المناطق ولأهداف سياسية، ثالثا أن التوقيت الذي حدثت فيه هذه العملية هو توقيت خطير، يعني له دلالات هامة جدا. ربما هناك تحرك من أجل إعاقة مساعي مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في لم الشمل وتوحيد الصفوف والتوجه نحو قتال الحوثيين، وبالتالي فتح المناطق المستقرة الجنوبية نحو مزيد من الفوضى، نحو مزيد من تمكين تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية من أجل إعاقة هذه الجهود التي تبذل، من أجل إعاقة هذه المسارات التي فتحت بعد سنوات من الانغلاق ومن الانسداد السياسي والعسكري والأمني. في نفس السياق سيد سعيد، إلى أي مدى هروب المساجين من تنظيم القاعدة له دلالات أمنية خطيرة، خاصة في ظل احتمال عودة مجلس القيادة الرئاسي إلى عدن؟ لا شك أنه مثل هؤلاء مثل هذه العمليات هي تتيح إمكانيات كبيرة لوجستية للتنظيم، وتدفع نحو إعادة ترتيب صفوفه وإعادة ترتيب أوراقه من أجل القيام بعمليات ربما أكبر تقوم بتهديد السلم والأمن الاجتماعي واستقرار المناطق، وبالتالي تبعثر كل الجهود السياسية التي تبذل. هذا مسار وهذه خطوات واضح أنها يعني مرتب لها من قبل، وفي كل الحالات التي حدث فيها عمليات هروب بعد عمليات الهروب يقوم تنظيم القاعدة إما بإسقاط مدن أو بتنفيذ عمليات كبيرة جدا على مستوى عالي من التأثير. دائما يعني نحن في كل العمليات التي حدث فيها إخراج مساجين أو تهريبهم يعقبها تحرك كبير لتنظيم القاعدة. على الأرجح أن الساحة الجنوبية، ساحة المناطق الجنوبية، ستكون هي الساحة التي يتحرك فيها هذا التنظيم وهذه الجماعات الإرهابية التي لها ارتباط بقوة معينة وبتيارات معينة معروفة من أجل إعاقة هذه المسارات وهذه الجهود الكبيرة التي تبذل لتغيير واجهة العمل السياسي والعسكري في البلاد. نعم، كان معنا عبر الهاتف من القاهرة سعيد بكران مدير دار المعارف للبحوث والإحصاء، شكرا جزيلا لك.